أخبار اليوم. سيب الفنان محمد حميدة رئيس اللجنة العليا للمهرجان استراكة تحيا مصر 2014. إن شاء الله اللي هيقوم فعالياته في مدينة السلام شرم الشيخ من 22 ل 30 نوفمبر المقبل إن شاء الله، وكلكم إن شاء الله مدعوين أن تشرفونا تغطوا هذا الحدث. ده معايا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر جميع الحضور، بشكر المستشار الإعلامي الأستاذ جيلاني كساب على جهوده القوية جدا في تجميع عدد كبير جدا من الصحفيين المحترمين المهتمين بمصر وحب مصر. المهرجان، أنا أتكلم على أستراكا كمعنى، كتير قوي ما يعرفوش معنى كلمة أستراكا. أستراكا ده اسم فرعوني مصري أصيل قديم معناه سكتش، يعني يوازي دلوقتي سكتش. كان الفنان الفرعوني يرسم، عشان يرسم معبد او حاجه فكان يعمل الكروكي ده اللي هو السكتش حاليا. المهرجان اللي جاي الدوره ال 15، بدانا اول مهرجان سنه 2007 في شرم الشيخ، وكان مهرجان عربي مصري. وبعدين واحده واحده المهرجان تطور بقى دولي، وبعدين بقى مهرجان عربي تركي، ونسخه في تركيا ونسخه في مصر، وبعدين خد الصيغه الدوليه، اكتر من 40 دوله كل سنه بتشارك. السنه الجايه الشهر 11 الجاي ده هو اكبر مهرجان لاستراكا، هيبقى 100 فنان مشارك فيه، بعد ما كان 70 وصلوا ل 100. في حاجه، لا اللي في شرم هيبقى 100 وممكن يزيد اكتر، بس احنا مش عايزين، هو 100 كويس قوي. ده هيبقى اكبر تجمع فني تشكيلي في العالم، وبالجهود الشخصيه والذاتيه وبتبرعات الفنانين انفسهم ومبادراتهم لحجز اوض والحاجات دي. المهرجان اللي جاي دور حضراتكم ان هو يعني التغطيه تكون عاليه جدا ليه، ان هو بيجي في وقت مصر فيها محتاجه جهود كل الناس، نقدم صوره كويسه بره. يعني انا على سبيل المثال لما بطلع مثلا تركيا او اي بلد تانية، اول حاجه انت منين؟ من مصر. انت عندكم قتل وموت وبتاع، فالاعلام موصل صوره ان احنا سوريا واسخن من سوريا كمان. للاسف يعني ما اعرفش العيب فين، يعني القصور فين، بس عن طريق المهرجانات دي بقى بنوصل صوره اجمل واجمل لمصر. يعني الوقت اللي كان فيه شارع محمد محمود بيبقى مولع نار وضرب وناس بتولع في الشوارع، كان في نفس التوقيت ده كان في مهرجان أستراكا في شرم الشيخ، بين الصورة عكس كده تماما. الأجانب الفنانين الأجانب المتواجدين بينقلوا صورهم على الفيسبوك والحاجات دي، فكان دور كويس للمهرجان. فأنا بتمنى من ربنا إن شاء الله إن المهرجان ينجح السنة الشهر 11، وطبعا نشوفكم إن شاء الله هناك تغطوا الموضوع صوت وصورة إن شاء الله. وبشكركم للمره الثانيه. شكرا استاذ محمد. الحقيقه طبعا احنا عشان كتير مننا كزملاء صحفيين مش متخصصين قوي في الفن التشكيلي، او بعض مننا متخصصين، لكن الحقيقه احنا هناخد دكتور احمد الكريم هيدينا كده نبذه سريعه عن دور الفن التشكيلي في تنشيط السياحه الثقافيه في مصر، لكن هو ده اللي يهمنا في الفتره اللي جايه. والثقافه المصريه بالنسبه وخلفياتها عن الفن التشكيلي بالنسبه للدول العالم. اولا انا النهارده سعادتي بالغه ان يكون في كم كبير من زمايلنا الفنانين والاعلاميين اللي جايين يغطوا مهرجان أستراكا. لازم بيحصل دايما عندنا استرس، زي ما يكون ما فيش في الرياضه غير كره القدم، ما فيش في الفن غير ام كلثوم. طبعا لا غبار، هي وكل الجيل القديم اللي احنا لغايه دلوقتي بنستمتع بيهم. ما فيش في الفن غير السينما، الفن التشكيلي ده بيجي حتى ترتيبه في الاخر، ولما عملوا مستقبل الفن في مصر او ما دعوش الفنانين التشكيليين. فاحنا بنحاول نثقف او بنحاول نؤدي رسالتنا اللي احنا اتعلمناها من خلال الفنانين المحترمين اللي هيجوا من كل دول العالم. يعني ايه فن تشكيلي؟ فن تشكيلي هو بيرسم حياتك، لو حضرتك متجوز بتوثق الكلام ده في عقل. احنا كمان بنوثق مصر في كل العصور اللي فاتت في بورتريه او في لوحه فنيه قدام العالم كله بعد 30 من ان شاء الله.
سراقة 2014 السنة دي اللي هيقام في شرم الشيخ من 22 ل 30 نوفمبر المقبل. قرر اللجنة العليا برئاسة الفنان التشكيلي محمد حمودة ان هو يكرم أسماء كانت ليها تاريخ معانا، راحت عن دنيانا من أيام أو من أسابيع، على رأسهم الفنان المبدع مصطفى حسين، واللي هيستلمها مكانه الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم، وإن شاء الله يكون في جنة الخالدين بإذن الله مصطفى. وكمان ما نسيناش الاستاذ محمد الحميده كمان، واللجنه العليا ما نسيتش رائد من رواد الصحافه، صحافه الفيتشر او الصحافه المجازه، هو الفنان الكاتب المحترم الاستاذ احمد رجب. طبعا بتبقى لحظات يعني حاسين عليها كلنا لما نفتقد حد من الناس اللي بنعرفها والناس اللي بنحبها، بس هو ده حال الدنيا. استاذ محي الكردوسي ممثل صحفي بوكاله الباشا القاسم بيستلم نيابه عن اسره الراحل الكاتب احمد رجب.